لا البطوله اللي باقي حيت البطوله باقي ما ساليهاش. كيفاش هاد اللاعب تقول له اش اللاعب اللي تكمل معاه البطوله هو كشكشوه ما عطيتيه حتى باش ياكل فهاد المنحه هذه يعني فهاد الحزه هذه اللي حنا واقفين فيها اللي واقف فيها المغرب كامل طب والله انه واحد ما شفتيش معاه ما عطيتيه ما ياكل ما عطيتيه والو كيفاش من بعد ما يخرج هذا الشيء لقدر الله خرج هذا الشيء هذا بخير تقول له هذا اللاعب يجي يلعب معاك ما يجيش يلعب معاك حاجه راه باينه يعني ترى خصو حتى هو خصو ياكل في كلشي خصو ياكل وكل وليداتو وكل اللي عنده اسر كاين اللي عنده كاين اللي حنا لاعبين عندنا عند الدار يعني ولادو اللي عنده جوج اللي عنده ثلاثه وابار الفرق الاخرى اللي علم الله شنو كنا اللي راب اسره كتبرنا لاعب وراب اسره يعني خدم على دار خدم على باه وخدم على مو وخدم على خوتو وخدم على يعني هذا راه نقولها كارثه هذه طبعا الله انه يستجبوا الاخوان ديالنا ويشوفوا من حلنا المشكل اللي طحنا فيه حنا كاسره ديالنا ولا العيش شوفوا من الناحيه القانونيه الدعم ديال الانديه كيخضع يعني القوانين ديال المنظمه الاطار يعني المنح الخاصه بالفرق الرياضيه يعني الناحيه القانونيه شنو موافق ديالكم الناحيه القانونيه باش يمكن يعني تطلبوا يعني المطالب ديالكم تكون بناء على مجموعه ديال القوانين المنظمه ديال دعم الفرق الرياضيه شنو هي موافق ديالكم في هذا الخصوص؟ اش هقول بس هي موافق ديالنا احنا هي دوزنا في الدوره انها دوزنا المنح الفرق ولكن من بعد كيقول لك ان الفلوس بقى ما دازت شي في اخر باش القبض ديال خصو سميت ما هذا دوز الفرق يعني كيقول لك ان باقي ما سلمنا لكم شي باقي ما هذا لهذا انه قال لك ان سبقوا هاد الجائحه على الاخر قال لك وقفوا الجمعيات وقفوا كان بامكانهم يحيدوا الناس مثلا فرق الرياضيه راه هما عندهم لاعبين كل واحد شحال عندهم يمكن انهم يحيدوا الناس اللي كتعمل المهرجانات اللي ما عادش انا ماشي كنقصي هاد الناس هادو ولكن هاد الناس ما يديروا والو يعني هاد المهرجانات ما عادش هاد الصيف هادي هاد الفرق هادو غاديين يلعبوا غاديين يكملوا البشر ديال الكروي ديالو يعني خصهم باش يمشيو رافع ديالنا راه حنا شوف حنا الاخوات ديالنا واحد المراسله كفرق ديال الاقليم كامل الا نقصروا العائشه من جميع الاقليم العرائش حطينا واحد ملتمس للسيد العامل باش يشوف معنا تحى الله انه يرفع لنا هذا الشيء هذا نطلب الله ان يستجيب لنا. اذا خايب الى كلمه اخيره. نفس نعرفوا هو ان كاين فرق بين الجمعيات الرياضيه وما بين الجمعيات المعروفه ديال اللي في المدينه كامله. الفرق الرياضيه عندها تحملات وبالاخص انها كتربط علاقات ديال الشغل يعني مع الانديه وعند الحسابات البنكيه كاين اللي كيدوزوا الحساب ديال النشان. اذا الناحيه الفرق هذه خصكم انتم يعني تكون المراقبه ديالكم من هذه الناحيه لان من ناحيه ان هناك عقود ما كاينش ان الجمعيات مثلا يمكن تقوم بالانشطه ديالها بهذا الطريق ما يمكنش ولكن بالنسبه للفرق الرياضيه عندها تحملات يعني التزامات مع اللاعبين اذا انتم بالنسبه لكم شنو هي الوضعيه اللي عندكم يعني بصراحه الانديه في هذه الوضعيه هذه من ناحيه العلاقه ديال الشغل مع اللاعبين شنو كتقول في هذا الموضوع؟ الانديه الرياضيه صعبه راه هي معروفه يعني كتشتغل طيله الموسم كما قلت لي عنده عقود كتجبر عنده عقد مع اللاعب كاين اللي عنده كونترا مع اللاعب كاين اللي عاطي الشيكات ديالو جبر عاطي الشيك ديالو من الترونسبور جبر اللي عاطي الشيك ديالو من المطعم باش يصبر عليه باش يمكن تدخل منحة كنقدروا ان نعطيه وجه اخر باش كان يعني الفرق اللي بين الفرق الرياضيه وفرق الجمعيات الاخرى يعني الفرق الرياضيه يعني كتلعب طيلة الموسم وعندها مصاريف ديالها ضروري خاصها تتأدى كيقول لك يعني عندها التزامات مع اللاعبين ديالها يعني ممكن تكون تجيب اللاعب انه كيدير معك واحد العقد انه يلعب معك موسم راه كيدير معك عقد بشروط ماشي يجي يلعب معك وصافي يدير معك شرط انا نلعب معك انا غندير معك اشنو عطيني اشنو غدير معايا في المقابله اشنو غدير معايا في شهر اشنو غدير يعني حنا ملزم علينا ان نادي هذا الشيء هذا يعني المفروض علينا ما يمكنش حنا ما نجيبوا هاد الفلوس هذه باش نقدروا نكملوا الكلام ديالي درنا مع هاد اللاعبين هذا زي ما قلت لكم انا قبل لا جيتي ما كملتيش معنا ما يلعبش معك ما يكملش معك حتى البطوله هذا هو المشكل هذا هو الفرق اللي بيننا وبين جمعيات اخرى يقدروا بانهم يوقفوا النشاط ديالهم ولا ماشي يديروه وانا ماشي كنقصيهم انما انا كن ماشي كنقصيهم ولكن انا كنقول زعما شنو كاين يعني شنو كيعانيو منه الفرق الرياضيه ماشي كاين اللاعب اللي كيسهل من شهر تسعود ما تخلص كيتسناو هذه المنحه تدخل باش نعطيهم ساعه ما كايناش شي حاجه وانا قلت لكم كنطلب الله سبحانه وتعالى انا حطينا واحد الملتمس للسيد العامل باش انه يشوف من الحال ديال الفرق هادو غادي ندوزنا هاد المنحه هادي واخا حنا ما درناش شي ماشي منحه يعني هي اللي كثيره عندنا عام المجلس البلدي المجلس القديم حنا ما كنستافدوش منه كفرق ديال قسم الرابع وقسم الثالث ما كنستافدوش منه بجاتها
واكتسبنا منه موسم واحد من تما اللي مازلنا استفدنا منه، ما عرفناش علاش الاقصاء هذا. او هذا هو كلام سيدي. السلام عليكم. شكرا خايف لك. إذا كنتم مع إلى مدرب وكذلك مسؤول بفريق وفاء العرائش ندوة.